احنا من اهالي بغداد، نادينا المصلين، اكثر المصلين قاموا بجمع التبرعات من قوتهم الشخصي، من قوتهم اليومي. يعني عندي احد الاشخاص جاني خابرني، اتصل بي قال لي انا متبرع، اعطاني 50,000 دينار عراقي. قال لي اشهد الله اني ما عندي مولده كهرباء انه ادفع فلوسها، ولا محتاج انه الدكتور اروح، ما اقدر اروح، لكن من نادت المرجعيه، هاي شيء مهم لازم انا البيه واطيع المرجعيه بهذا الموضوع واساعد الناس اللي محتاجه. مساعدات مثل رز تمن ودهن ومعجون ومستلزمات طبيه، مفارش، مفارش ارضيات، مخدات احنا نسميها بالعراقي وساده، كلها موجوده ان شاء الله بخدمتهم. ان شاء الله هاي الدفعه الاولى، وان شاء الله دفعات مستمره، وزاد ان اكو اموال ايضا جمعوا المتبرعين كثير من الاموال، ان شاء الله نقوم بها. عندنا حمله ثانيه نساعد اللبنانيين اللي اجوا العراق، ضيوف العراق طبعا هم. حقيقه هذه التبرعات تجمع من الفقير والغني، يعني الشعب العراقي كريم صراحه، خلال مكبرات الصوت، من خلال التواصل الاجتماعي على الواتساب والفيسبوك، المجموعات اللي نتواصل من خلالها نبدي يعني نطلق هاي الهاشتاكات. يعني احنا حملتنا اسمها حمله نداء المرجعيه، بدينا يعني على الاخوه، يعني المواكب، الاصدقاء، الناس الكبار اللي موجودين، الشيبه من اهلنا، بدت يعني على هالطريق هذا انتشرت يعني بين ناسنا واهلنا، بدت تتجمع هاي التبرعات وتوصل هنا الى العتبه المباركه. الناس يعني العوائل اللي انا يعني من المنطقه اللي ساكن بها، انا يعني ساكن في بغداد تحديدا في مدينه الصدر، يعني مدينه الصدر منطقه يعني اطراف بغداد، منطقه فقيره، يعني نشوف الناس اللي قاعد تتبرع قاعد تاخذ قوتها، يعني اللي الطحين اللي هو قاعد عايشه عليه صراحه، التمن اللي قاعد تعيش عليه اللي تاكل من يمه، قاعد تقطع من قوتها وتنطي للشعب اللبناني صراحه. كله جديد، تكون تشوفون السيارات وداخل السياره ما عندنا شيء مستعمل، يعني الفراش كله جديد، يعني جبناه من المحلات الجديده من الشورجه، المراكز الرئيسيه في بغداد، يعني هو المركز الرئيسي في العراق كله هي الشورجه مو بس في بغداد، اشتريناه مباشره كله جديد. يعني التجار اللي يبيعون هاي المواد كلهم متعاطفون، يعني هم لهم جزء كبير بالمشاركة حقيقه، يعني هاي الناس يعني لهم يعني تعاونهم ويانا هم نقدر، يعني هسه قاعد نوقع مثل ما يقول ناخذها مثل ما يقول بسعر الجمله مالت. لفت نظري انه بعض الاشياء اشوفها مثلا قد تكون ماده لامراه مثلا كبيره بالسن ومعتزبه حقيقه بصندوق قديم او بماده هي مثلا عزيزه عليها ترسلها مع هذه الوجبات. يعني هذا اللي لفت انتباهنا، ولفت انتباهنا قضيه اخرى انه حتى الشراب هذا العصير، عصير تبع يعني الاطفال، هذا ايضا يعني بعض المتبرعين يجيبوه، ونشوف يعني الناس جد تفكر انه شنو اللي ممكن توفره لهذه العوائل النازحه واخوانهم. يعني حتى قضيه العصير ما نسوها، حتى القضايا الكماليه يفكرون بها الناس ويرسلوها. هو ينظر شنو محتاجه عائلته، يوفر نفس هاي، يحاول انه يوفر نفس هاي المواد اللي يوفرها لعائلته.